ان الحدث الجلل الذي حظى الذي وقع هذا اليوم في تونس المتمثل في اغتيال الشهيد الرفيق محمد برامي هو حلقة من حلقات العدوان ومن حلقات الفئة الضالة التي تريد أن تخمد أي صوت ينادي بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هؤلاء الذين قتلوا بالأمس شكري بالعيد هم الآن يعيدونها ويتصيدون ويترصدون كل المناضلين. هذا محمد إبراهيمي وسيأتي من سيأتي بعد محمد إبراهيمي. ولذلك فعلى الشعب التونسي أن يقوم وأن يطهر هذه البلاد من قوى الردة ومن قوى العنف ومن قوى الرجعية الذين استولوا على البلاد والذين فعلوا فيها ما يمكن أن يقوموا به من الشر والإثم والعدوان.